بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصيتنا في هذه الحلقة شخصية إيمانية، شخصية فيها الحياء كله. من هو؟ إنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، لقب بذي النورين. قصة إسلامه يقول: كنت عند خالتي، خالته كانت مرة كبيرة وكانت عاقلة، يقول: كنت مهموما فجلست عندها، فقالت لي: يا عثمان، سمعت بالخبر؟ قال: ما هو؟ قالت: رجل يقول أنه أوحي إليه وأنه بعث نبيا فينا، يأمر بعبادة الله وحده وبترك عبادة الأصنام، ويأمر بصلة الأرحام وحسن الجوار. وقالت الدعوة نقلتها لمن؟ لعثمان. تعجب عثمان، شيء جديد، وعثمان رجل عاقل، رجل حيي، رجل يعرف. يقول: خرجت من البيت أبحث عن هذا الرجل. قالت لي: هو محمد. يقول: فخرجت فإذا أبو بكر قد صادفني، فقلت له: يا أبا بكر، أصحيح الخبر؟ قال: نعم. قلت له: من هو؟ قال: إنه محمد بن عبد الله. قلت: الصادق الأمين؟ قال: نعم هو. يقول: فما إن كلمني أبو بكر إلا شرح الله صدري. دخل عثمان مباشرة في دين الله جل وعلا، وصار من السباقين الذين دخلوا في هذا الدين. عثمان بن عفان، ذلك الرجل التقي النقي الحيي. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعثته، كان الرسول عند بنية اسمها رقية، بنته رقية، ابنته كانت زوجة لابن أبي لهب. أبو لهب عم النبي، عنده ابن اسمه عتبة، كان متزوجا لرقية. فلما أطلق النبي دعوته بغضه من؟ أبو لهب. فأمر أبو لهب ابنه عتبة أن يطلق رقية، فطلق رقية بنت النبي. فرجعت إلى بيت أبيها، سمع بالخبر من؟ عثمان. أسرع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، أريد أن أتزوج ابنتك. فما تردد النبي وأعطاه من؟ ابنته رقية. فكان نعم الزوج وكانت نعم الزوجة، فصار عثمان صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعذب عثمان كما تعذب غيره من الصحابة، وهاجر إلى المدينة، فكان تاجرا. عثمان صار تاجر، وكان عثمان ينفق ماله كله في سبيل الله عز وجل. عثمان ابن عفان كان من المنفقين في سبيل الله، جهز جيش العسرة، حتى قال النبي بعد أن جهز جيش العسرة تبوك، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقول النبي: من يجهز من يحفر بئر رأم وله الجنة، فيحفرها عثمان رضي الله عنه 3 مرات، يعطي ماله والنبي يعده بالجنة. عثمان بن عفان زوج من؟ رقية. في معركة بدر خرج الصحابة للجهاد، كانت رقية مريضة، فأمر النبي عثمان أن يجلس مع من؟ مع رقية، يمرضها يطببها. جالس مع رقية بنت النبي، زوجته، زوجة عثمان، جلس عندها. فلما رجع النبي من بدر، إذا به يخبر أن رقية ماتت. دفنت رقية، وبعد أيام زوجه النبي أم كلثوم بنت الثانية. ما من رجل على وجه التاريخ يعرف تزوج ابنتين لنبي إلا عثمان، ولهذا لقب بذي النورين. دفع ماله كله في سبيل الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة للمتقين النفقة في السراء والضراء. إنه من؟ إنه عثمان بن عفان كان كل جمعة يعتق رقبة، كل جمعة يبحث عن رقبة يشتريها ويعتقها في سبيل الله. بشره النبي بالشهادة، قال: أبشرك بالشهادة على بلوى تصيبك. ترى أنت شهادتك ما راح تكون عادية، راح تقتل ببلوى، بمصيبة تصيبك. يوم من الأيام الرسول جالس، دخل عليه أبو بكر عند الماء، كان في مثل بئر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ورافع ثيابه، وشيء من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم طالع. دخل من؟ قالوا: يستأذن أبو بكر. قال:
إذن له. دخل أبو بكر والرسول على هيئته صاحبه. قالوا يستأذن عمر، عمر يبي يدخل. قال إذن له. دخل عمر والرسول على حاله. ثم استأذن الثالث، قال من؟ قالوا عثمان ابن عفان. قال إذن له. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه. أبو بكر استغرب، ليش أنا دخلت عمر دخل ما نزلت ثوبك، لكن لما عثمان دخل؟ طبعا الصحابة يسألون لأن يبحثون عن العلم والحكم الشرعي، يمكن في شيء. قال تدرون شنو الجواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله أكبر، عثمان تستحي الملائكة منه. أي رجل هذا؟ أي حيي هذا؟ أي ورع عند هذا الرجل جعل الملائكة تستحي منه؟ إنه عثمان كان يقوم الليل بالقرآن، معروف أطول قيام قيام عثمان رضي الله عنه، حتى أنزل الله في عثمان آية. شنو الآية التي نزلت في عثمان وهو يقوم الليل؟ أمن هو قانت آناء الليل، أكثر الليل، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه، رجل ورع، رجل تقي. إذا جلس عند القبور بكى، يقولون له: يا عثمان تذكر لك الجنة والنار ما تبكي، لكن القبر تبكي منه. تدرون ايش رد عليهم؟ قال لهم: هذا أول منازل الآخرة، القبر أول شيء. إن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد كان ما بعده أشد. المصيبة هني، هني البشارة، إما بالجنة وإما بالنار. ولهذا كلما ذكر له الموت بكى. عثمان جمع الناس على مصحف واحد حتى لا يختلفوا ولا يتفرقوا. قبل وفاته وكان خليفة وكان أميرا للمؤمنين، تجمع الثوار والظلال وأهل النفاق يريدون قتله. بدأ المرض يدب، بدأ يدخل في المدينة من ليس من أهلها، تسعت رقعة الإسلام فدخل في الإسلام ضعاف النفوس. أرادوا قتل من؟ عثمان بن عفان. فتجمعوا عليه في المدينة وحاصروه 40 يوما. يأتيه الصحابة وكان عددهم أكثر من 750 واحد، قالوا: يا أمير المؤمنين، نقاتلهم دونك، كبار الصحابة. قال: لا والله لا تقاتلونهم، ما يريد الفتنة، خلهم يفعلون ما يفعلون. قال: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: آمركم أن يلزم كل منكم بيته، خلوهم. جاءه علي بن أبي طالب، معه الحسن والحسين، قد جهز سيوفهم. قالوا: يا أمير المؤمنين، سوف نقاتلهم دونك. وكان علي شجاع وعنده أبناء شجعان، سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. قالوا: نقاتلهم دونك يا أمير المؤمنين. قال: لا. قال: لا يا علي، ليلزم كل منكم بيته. وجلس في البيت يقرأ القرآن 40 يوم يحاصرونه. في الليلة الأخيرة رأى في المنام رؤيا، شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يأكلون، فراد أن يأكل معهم. قالوا: لا، لن تأكل معنا اليوم، صم غدا فستفطر عندنا. علم عثمان أنها البشارة، ينتظر عثمان الشهادة في سبيل الله. حان يومه، صام في ذلك اليوم وجلس في البيت يقرأ القرآن، وكان قارئا لكتاب الله، هو الذي خط المصحف، ولهذا قيل المصحف العثماني. جمع الناس على قراءة وكتبها بيده، زوجته كانت عنده، اقتحموا عليه البيت، ما عند أحد يدافع عنه، ما رضي أحد يدافع عنه، يريد أن يحقن دماء المسلمين. دخلوا عليه في البيت، دخل الثوار، دخل الظلال، دخل الفجار، دخلوا على بيت عثمان، فإذا بامرأته تقوم فلطمها أحدهم فسقطت. قال عثمان: ويحك، قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار. يقول الرجل: فأخذتني رجفح رعده. يقول: فهربت. هذا الرجل شافوه في الشام آخر عمره، شاف واحد من التابعين، شاف أعمى مقطوع اليدين والرجلين على الأرض ملقى. قال: ما لك؟ قال: أصابتني دعوة عثمان، أصابتني دعوة عثمان. دخل الثوار
وإذا بأحدهم يمسك عثمان من لحيته ويرفع الخنجر ويطعنه 9 مرات 9 مرات والدم يسيل على كتاب الله وعلى قول الله عز وجل، يسيل الدم على قول الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الرجل وهو يطعن عثمان، قال: أما 3 لله، أما 6 فلشيء في صدري، وكذب وربي، كذب والله، كلها ليست لله عز وجل. قتل عثمان، بكى عليه الناس، بكى الصحابة، قتل قائم الليل، قتل جامع القرآن، قتل المنفق بماله، قتل ذو النورين زوج ابنتين لرسول الله، قتل الحيي الذي تستحي منه الملائكة. ولكن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. في الحلقة القادمة عندنا شخصية مميزة، شخصية رجل من آل بيت رسول الله، من الخلفاء الراشدين، إنه التقي، إنه النقي. لم يشهد لأحد من الصحابة أن الله يحبه إلا له، شهادة من الرسول أنك الله يحبك. من هذا الرجل الفدائي الذي افتدى نفسه لرسول الله في الهجرة فنام في فراشه؟ قصصه عجيبة، حكاياته عظيمة. هذا الرجل هو موعدنا في الشخصية القادمة، في الحلقة القادمة. كونوا معنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.